بعد الراحة التي استفاد منها عقب مشاركته المشرفة مع المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل، باشر يوم الثلاثاء هداف الخضر إسلام سليماني تحضيراته سبورتينغ لشبونة البرتغالي. سليماني وبعدما غاب عن الحصة التدريبية التي جرت في أكاديمية النادي في الفترة الصباحية التي خضع فيها لفحوصات طبية، من المقرر أن يلتحق بداية من يوم الأربعاء بزملائه الذين يجرون معسكرهم التحضيري للموسم الكروي الجديد بهولندا. ورغم أن سليماني باشر التحضيرات مع نادي سبورتينغ لشبونة، إلا أن الأنباء التي تشير إلى اهتمام العديد من الأندية في الظفر بخدماته ما زالت متواصلة، والتي كان آخرها العرض الذي تلقاه من نادي ليستر سيتي الذي رصد حسب تقارير إعلامية بريطانية عرضا يناهز 9 ملايين يورو للتعاقد مع المهاجم البلوزدادي السابق.